problem 2 من first exam October 2022 will a rock thrown vertically upward from the roof of a 36 meter tall building and point A على الرسم will with an initial speed of 12 meter per second. اداني ان الروك ثرون يعني موجود عندنا في نوت غير دروبت وغير ريليزد ابورد يعني الفي نوت بوزيتيف 36 متر ده ارتفاع المبنى ده دي واي لو نزلنا لغايه الجراوند انيشال سبيد الفي نوت ب 12 متر بير سكند وطالب فايند ذا تايم تيكس the rock to reach its maximum height يعني الفاينل فيلوستي بزيرو. لما يقول لي maximum height يعني سرعته انعدمت خلاص. Find the velocity of the rock at point C. عايز الفيلوستي مش السبيد يعني ممكن تكون positive ممكن تكون negative حسب هي صعدة ولا نزلة. Located 10 meter above ground. 10 meter هنا. طب نكتب معلومات اللي عندنا. ال V note 12 متر بير سكند وبوزيتيف لانها ابورد الاكسلريشن دايما في الفري فولينج نيجاتيف 9.8 متر بير سكند سكوير طالب التايم عند البي يعني الفاينل فيلوستي بزيرو وطالب الفيلوستي عند سي يعني الدي واي نقدر نحسبها كل المبنى 36 متر وفي 10 متر من الارض يبقى الباقي 26 متر هينزلهم يعني الدي واي هتكون نيجاتيف نحط القوانين قدامنا ونختار اللي يناسبنا بحيث نجيب المطلوب مباشره طالب التايم للوصول لاقصى ارتفاع فالبارت ايه هقول ان احنا عايزين تايم وعندنا initial velocity وعندنا acceleration وfinal velocity مش مطلوب الدي واي مش مطلوب اقصى ارتفاع نبعد عن كل القوانين اللي فيها دي واي نبعد عن الثاني والثالث والرابع الاول ما فيهوش دي واي نستخدمه جميل وهيدينا المطلوب مباشرة الفاينل velocity initial velocity plus a في t الفاينل velocity 0 at maximum height الانيشال ب 12 ال A بنيجاتيف 9.8 في تي إذن 9.8 تي جبتها ليفت سايد إيكوالز 12 اقسم البوث سايدز على 9.8 إذن التي إيكوالز 1.2 سكندز في البارت بي طالب الفيلوستي ات بوينت سي وهو نازل يعني هتكون نيجاتيف احنا عايزين الفاينل فيلوستي نبدأ من الأول عندنا الـ initial velocity وعندنا الـ acceleration وعندنا الـ dy اللي هي negative 26 وعايزين الـ final velocity مش طالب time أبعد عن كل القوانين اللي فيها time أبعد عن الأول والثالث والرابع يصفلنا الثاني نقول إن v squared equals إحنا عايزين الـ v v نوت squared plus 2a dy مطلوبة الـ final velocity الفي نوت ب 12 سكوير بلس 2 نيجاتيف 9.8 في نيجاتيف 26 نحسب كل الرايت سايد وناخد الجذر التربيعي يطلع ما ننساش بوزيتيف او نيجاتيف 25.6 متر بير سكند احنا عايزين فيلوست مش سبيد اذا الفي ايكوالز نيجاتيف 25 0.6 متر بير سكند ليه اخترت النيجاتيف مش البوزيتيف لانه نازل لو كان صعد كنت اخترت البوزيتيف